المستمع فاء سين عين يقول إن رجلا له أربع نسوة طلق إحداهن ويسأل عما يلزمه لأنه يريد الزواج مرة أخرى. يلزمه أن ينتظر حتى تخرج المطلقة الرابعة من العدة، إذا خرجت من العدة فإنه يتزوج مكانها وإن كان الطلاق بائنا، وإن كان بائنا لأن آثار النكاح لا تزال باقية ما دامت العدة.